طبعا هي قبل الجنسية التونسية كانت تقريبا الأروع عربية، تعرف حتى ثم دول أوروبية آخر دول يعني عملت لنا فيزا هو تونس من بقية الدول العربية. أنا شخصيا يعني كنت أذهب إلى أوروبا وعمري 15 سنة في أقدم جواز السفر التونسي في نيس أو في باريس وبطاقة تلميذ وأدخل يعني حتى أبين لك قبول الجنسية التونسية، لأن الأمور تغيرت. طبعا ثم شيء المقاربة الأولى هم كلهم يعتبروهم عرب ومسلمين، وثم إمكانية احتمال أن يكونوا إرهابيين، لكن طبعا أيضا نحن نحقق الحق أمام الدول تمارس يعني كما ماذا أقول يعني تمارس المقاربة القانونية، يعني تدخل المطار إذا أوراقك كلها ممتازة إلى آخره، فبالطبع ستمر. أنا شخصيا يعني عشت 23 سنة في أوروبا في سويسرا وألف كل أوروبا، يعني أوروبا أصبحت لي بالنسبة لي قرية. عمره ما شرطي سويسري أوروبي في الشارع قال لي أعطيني أوراقك، يعني من أنت؟ عمره ما وقعت حتى الحاجة. إذا لكن الصورة طبعا الصورة يطرح سؤال كبير، لما حتى أنا في مراكز الأبحاث وفي الجامعات وقت محاضرات لما نقول 5000 تونسي 6000 تونسي داعشي في سوريا والعراق، الرقم مرعب. شنو وقع؟ ما الذي حدث؟ شنو شبيهم التوانسة؟ طبعا لأنهم ذهبوا ضحية لعبة دولية، لا ننسى ذلك، لحم رخيص يعني شاراكانون بالفرنسية من أوصلهم. أنا أذكر ديما حتى في كتابي أعد لك تصريحات، يعني في زوز كتب متاعي اشتغلت على التصريحات يعني بشكل علمي. لاحظ أني دائما أعطيك معلومات دقيقة ما أجيب حتى شيء من الرأس. لطفي بن جد وزير داخلية تونسي يعطي حوار طويل عريض جريدة الخبر الجزائرية، أكبر يومية جزائرية نص مليون نسخة يومية، المنشط رجال أعمال خليجون يمولون الإرهاب في تونس. رجال أعمال خليجون يمولون الإرهاب في تونس، وهو كان وزير داخلية، يعني أول مسؤول تونسي يتحمل بكل شجاعة وقرر بكل شجاعة هو السيد في جده، لأنه يحل ملف تابو محرم ما يقترب منه حتى أي إنسان، والملف هذا هو من أرسل الشباب التونسي إلى سوريا والعراق وليبيا، من اشترى لهم التذاكر، من أعطى لهم رواتب، الناس عايشة برواتب بالديفيز، الناس تخلص بالدولار، راتب الداعشي 10 مرات أكثر من راتب الجندي السوري. إيه أما كوزير داخلية اكتفى بالتصريح رئيس رياض جست للتذكير، يعني كان وزير داخلية وفترة طويلة شدها سيد لطفي بن جدو وهو قاضي بالأساس، اكتفى بالتصريح رأو ما عمل شيء، ذي نأكده لك يعني. كوزير داخلية عمل حاجة أخرى أيضا تحسب له، أول من طرد 8 دعاة وهابين سعوديين من مطار تونس قرطاج، قال لهم غير مرغوب بكم في تونس، كنت أنا ذاك في فيينا أعطي في محاضرة على الإرهاب واتصلت بي روسي اليوم وأعطيت يعني تعليقي على الموضوع. حتى أذكر لأن مجرد أني خرجت في التلفزيون في روسيا اليوم، إذا أتذكر جيدا ما حدث، أول وزير داخلية تونسية يطرد من مطار تونس قرطاج 8 دعاة وهابين سعوديين شيوخ نسموهم هذوك الذين صاروا وجالوا راهو في تونس، جوب رولز رايس والهامر، وعبثوا في تونس كما يشاءون. أول وزير داخلية يطردهم رسمي. إذا أنا بالنسبة لي كعالم سياسي لا أشتغل إلا على الرسم وعلى التصريحات الرسمية، أجهزة الاستخبارات، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، رؤساء الدول إلى آخره، أتتبع كل هذه الأشياء. تونسي عنده ثقافة سلمية رائعة، والناس الكل تعرف أن تونس بلد مفتوح سياحي إلى آخره. إذا ما الذي حدث في السنوات القليلة الأربع الخمس سنين التالي؟ انقلبت الصورة رأسا على عقب، لأن للأسف تونس ما فيها جهاز مخابرات مثل الجزائر دي ار اس، وانا طرحت في قناتكم اول ما طرحت الاشكاليه هذا، لماذا عدد الجزائريين قليل جدا؟ اكاد اقول لا يذكر في داعش، بينما في تونس يصلون الجنود، لانه للاسف ثم تواطؤ شبه رسمي. شكرا لك سرياض. نعم. شكرا لك سرياض.